عبد الكريم محمد إبراهيم عزام من قرية صفولي المهجرة. قرية صفولي التي هجرت في 15/7/1948 كانت واحدة من أكبر قرى فلسطين والأكبر في قرى الجليل، حتى أن سقوط صفوري كان يعني مؤشراً لسقوط الناصرة من بعد ولسقوط الجليل عامة. قرية صفوري كانت تشتهر بغلالها الوفيرة بمنتوجها الزراعي، كان فيها مدرستين، مدرسة للطلاب ومدرسة للطالبات، وفيها معالم أثرية تشهد على عراقة هذه البلدة. من البلد برنامج طبخ بيحكي عن الكرة المهجرة، معانا نائل زرقاوي. أهلين ربيع. طولتنا عامري مبيني الحمد لله حلو، ورمضان كريم. بدي أستقبل كمان معانا ضيف السيد عبد الكريم عزام، باحث في التاريخ الفلسطيني. مرحبا. أهلا وسهلا فيك، عام وانتم بخير. كل عام وانت طيب. بخير، تنعاد عليك إن شاء الله بحالي أحسن، مش بحجر بيتي ولا حجر صحي، وبنتأمل إنه الأمور تمر على السريع إن شاء الله. آمين أخي. سيد عبد الكريم، إحنا برنامجنا لطيف خفيف، بنحب نحكي ونعرف معلومات عن القرى المهجرة، وطبعاً عم نعمل خلط ما بينه وبين الأكل الشرقي الفلسطيني تبعنا. معنا نائل زرقاوي الشيف اللي راح يحضرنا اليوم أكل بتجنن. فبس قبل ما نفوت على الطبخ بدي أسأل نائل، كيف أنت بتختار الأشياء لما بدنا نيجي نطبخ؟ إحنا بنختار يعني بالحس بالغالب، على غالب الأحيان إحنا بنختار المكونات والمقادير من أكلات إحنا بنعرفها وأكلات إحنا متعودين عليها ومتربين عليها، فممكن من خلال الاختيار للمكونات تختار شغلات اللي بالعادة أنت مش متعود عليها، تفوت تجرب، تفوت طعم جديد، تجرب تفوت توست جديد. بما أنه إحنا لسه في رمضان ربيع، فبتحس مرات أنه لازم نغير، لازم نعمل إشي اللي هو يمكن جديد، أو ممكن نعمل طعم جديد في الأكل. فمش غلط، بالعكس ممكن الإشي كثير يناسب كثير يكون ملائم. إحنا شوي شوي منجرب وغير ممل. غير ممل طبعا. سيد عبد الكريم، أنا بدي أسألك طبعا عن الكرة المهجرة. طبعا أنت بتعرف التاريخ وباحث في التاريخ الفلسطيني، وبحب أسألك عن صفوري. نعم، أهلا وسهلا فيكم بداية، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا رب هالغيم السوداء، هذه الوباء القاتل يعد من بلادنا وعلى البشرية كلها، ونرجع هيك للمات رمضان وعادات رمضان وعبادات رمضان اللي بنتمناها كل يوم. قرية صفوري اللي أنا في الأصل واحد من أبنائها ومن أبناء المهجرين اللي وفدوا من صفوري، هي واحدة من أكبر قرى القرى الفلسطينية وأكبر القرى في الجليل، منطقة الجليل. طبعا سميت صفوري يقال من كلمة سريانية اللي تعني الصفر، اللون الأصفر، لذلك يعني إذا في مثل هذه الأيام زرنا قرية صفوري ترى الصفير، نبتة الصفير تنتشر هناك في أراضي صفوري. وقيل أيضا من كلمة تسيبور في اللغة العبرية وفي الأصل في اللغة السريانية التي تعني الطير، لأنه القرية مبناها شبيه جدا في شكل الطير. قرية صفوري كما ذكرت واحدة من أكبر القرى في التاريخ الفلسطيني في الجليل، كانت فيها مدرستين، مدرسة للطلاب ومدرسة للطالبات، وفيها أيضا معالم تاريخية اللي بالفعل يعني تربط ما بين صفوري والناصرة من ناحية التاريخ المسيحي، تاريخ بلادنا وعلاقتنا بالسيد المسيح والسيدة مريم عليها السلام. في هنالك كنيسة اللي ترجع يقال إنه السيدة مريم ولدت في قرية صفوري، وأقيمت هنالك كنيسة، كنيسة القديسة حني، التي يعني فيها تخليد لذكرى السيدة مريم العذراء عليها السلام. طبعا فيها معالم اللي تشفت في بعثة أثرية جاءت من الولايات المتحدة في مطلع القرن الماضي، واكتشف هنالك معالم جدا مميزة، منها اشتهرت ما يعرف بموناليزا صفوري اللي هي يعني تضاهي جمال الموناليزا المعروفة في أوروبا، اللي هي يعني فسيفساء رائعة جميلة جدا،
وتم اكتشاف الكثير من المعالم التي تعود لعصور غابرة اللي تؤكد عراقة هذه المدينة. ومش بالصدفة طبعاً إنه في صفوري سقطت في 15/7/1948 اللي كان يتزامن الإشي مش بالصدفة مع شهر رمضان اللي إحنا بصدده في هذه الأيام. طبعاً كانت مقاومة شديدة جداً، مقاومة عنيدة جداً، قاومها أهل صفوري، قاوم الاحتلال، وبالتالي رد الفعل الإسرائيلي أيضاً كان يعني ليس بالسهل. سبب هذا الصدام القوي اللي كان من قبل الجيش الإسرائيلي أن صفوري كانت الممد الأساسي لثورة القسام في سنوات الثلاثين في القرن الماضي. معظم القساميين وفدوا من صفوري، عز الدين القسام كان ينطلق في نضاله ضد الاحتلال الإنجليزي من قرية صفوري، وبالتالي كان نوع من الانتقام في التعامل مع أهل صفوري، فكانت ضربة جدا موجعة على أهل صفوري، حتى أنها عندما سقطت قال أحد قادة الجيش الإسرائيلي في تلك الفترة: اليوم سقطت حامية الجليل بمكانتها ومركزيتها في التاريخ الفلسطيني وفي ثورة القسامية. أستاذ عبد الكريم، يعني المعلومات اللي عم بتمدنا فيها أنت كتير 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 مثيرة، بس بدي أرجع على لحظة لأنه بدي أحاول أوصل الإشي مع الطبخ اللي عم نطبخه. حكيت عن نبتة الصفير اللي هي موجودة بصفوري. نعم، وما زالت تستعمل حتى اليوم على فكرة في أعياد الفصح، تستعمل كصبغة طبيعية للبيض. مظبوط. والبرقوق وهذه النباتات. فأنا أنا سؤالي إنه إحنا اليوم بالمطبخ الفلسطيني منشوف إنه أغلب أكلنا وأعشابنا ونباتاتنا من الأرض، من الزعتر، من الخبيزة، من الملوخية. إذا في نباتات اللي هي منعت من القطف مثل الزعتر مثل العكوب، الأسباب هي هل هي أسباب يعني سياسية قانون إسرائيلي، ولا عمليا في إنه إذا نقطف هاي النباتات بتبطل موجودة، يعني بتنقرض من الوجود؟ نعم، لا شك أنه ذكرت يعني نباتات، منها الزعتر اللي مشهور بصفوري أيضا، نبتة الحليون أو الهليون وكلاهما صح، يعني في بعض يقول حليون أو هليون، الأسباراغوس في لغتكم يعني كخبراء في عالم الطعام. فهذه النباتات، وأيضا اللوف اللي هي نبتة جدا يعني علاجية طبية موجودة في أراضي صفوري بكثرة. أنا حسب رأيي هدف المنع كمان إنه هو هدف نوعا ما، يعني الهدف الحفاظ على هذه النباتات من خطر الانقراض أو الاختفاء، لكن أيضا في هدف سياسي، لأنه أنت عمليا لما تخرج إلى الطبيعة للبحث عن هذه النباتات، يعني أنا أتكلم عن نفسي لما أخذ أطفالي الصغار لصفوري نمشي هناك، نحن ندرس تاريخ بلادنا من خلال البحث عن النبتة. في المغارة الفلانية وين كان أجدادنا يحكوا لنا عن هذه التلة، هذا الجبل، هذه الأرض، في عملية دراسة تاريخ. فلما كان الوالد كمان يخرج إلى أراضي صفوري للبحث عن الزعتر، كان نوع من الطقوس، نوع من العبادات يعني نقوم فيها في بلدنا المهجرة، البحث عن الزعتر، البحث عن النوب، نوع من التواصل مع الأرض والتاريخ والجغرافيا للمكان اللي بنحكي عنه. فبالتالي في بالأمر أيضا بعد سياسي، أنا لا أعتقد أن الأمر فقط قضية الحفاظ على هذه النباتات، بالإمكان زرعها في أماكن بديلة وتطوير زراعتها، واليوم في الدفئات للزراعة ممكن تزرع بكميات وتمنع يعني قضية انقراضها أو اختفائها. بالتالي الأمر أيضا فيه بعد سياسي، بعد منعنا من الارتباط مع الأرض مع التاريخ، وليس فقط مع النبتة بشكلها المبسط، إنما في بالأمر بعد رمزي، بعد له دلالاته من الناحية الوطنية، من ناحية انتمائنا مع الأرض، والأرض هي نحن، ونحن الأرض، يعني ارتباط وثيق ما بين النبتة والأرض والإنسان. كل هذه الأمور هي يعني نوع تعطي البعد الوطني والبعد الهوي لوجودنا في هذه البلاد. طيب أنا إسا بدي أرجع لنائل الطباخ، صرت شايفه إنه هو عم بمد على الصومية سمك. اوكي هيك ربيع، شوف اخ عبد، احنا عندنا الكفته وكلاتنا بنعملها في البيت، مزبوط. احنا اخذنا الفكره كفكره للكفته، بس نعملها مع سمك، فاخذنا سمك طحناه زي كيف بنطحن لحمه اللحمه. عملت مع الكفته بصله،
بقدونس، نعنع، شوية سماء، ملح، فلفل. مديتها في صينية زي كيف انت شايف، مديتها في صينية وبدي افوتها على الفرن. رأيك تطلع طيب يا اخ عبد؟ والله مبين ما شاء الله عليك كل شيء من هديك بيطلع طيب. الله يسلمك. بس ما قلت لي يعني نجربها بعد الافطار ان شاء الله مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله. نائل انا بدي اسالك كيف بهرت السمك؟ بس ملح، فلفل، زيت زيتون، شويه كمون وسماء. والسمك عمليا بس تطحنه بتتعامل معاه زي اللحمي العادي، بتجبل وبترتبه، بتماسك تمام. طيب هاي لازم تفوت على الفرن. تفوت على الفرن وبنعمل باقي الشغلات. سيد عبد الكريم بدي اسالك سؤال كمان بالنسبه لصفوري وتهجير اهل صفوري. طبعا اهل صفوري تشتتوا وطلعوا على بلاد قريبه او بلاد بعيده، أنو محلات غدرت تستقبلن منيح، محلات ما استقبلتهنش منيح، وين هن اتواجدوا بعدين؟ نعم، أهل صفوري تهجروا بالأساس في مدينة الناصرة بالذات، يعني حتى اليوم في حي يسمى حي الصفافر اللي فيه أكبر تجمع لأهل صفوري. طبعا في مخيمات اللجوء في لبنان، في سوريا، وفي كل العالم، في أوروبا، في أستراليا، في أماكن عديدة. في الناصرة نحن لاجئين في الداخل، مشهور أننا بين أهلنا، يعني ما حسينا. طبعا الناس هنا يعني كلنا شعب واحد، والناصرة احتضنت اللاجئين والناس اندمجت في المجتمع الفلسطيني الواحد. معاناة الفلسطينيين اللاجئين من صفوري أكثر موجودة في مخيمات اللجوء في لبنان، نعرف التضييق هناك ومنعهم ممارسة حقوقهم الأساسية. في سوريا يعني جربوا اللجوء الأول واللجوء الثاني والثالث، مراحل عديدة من اللجوء، وفي الأحداث الأخيرة التي اجتاحت عالمنا العربي كمان ذاقوا ويلات اللجوء. فبالتالي يعني صارت وكأن تجربة اللجوء صارت جزء من مسيرتهم يعني، وجزء من حياتهم. في الناصرة نحن وفي داخل في الداخل الفلسطيني يعني بالمجمل، في شفاعمر في لاجئين، في حيفا، في أماكن، في يافا، في أماكن عديدة هنالك لاجئين من صفوري، حتى في أراضي المحتلة عام 67 أيضا هنالك لاجئين من صفوري، في جنين مثلا في عائلات معينة. لا نشعر بهذا يعني البعد عن جغرافيتنا وتاريخنا بقدر ما يشعر اللاجئ الموجود في الخارج الفلسطيني، وبالذات أو أقول يعني في سوريا ولبنان هنالك في عنصرية في التعامل مع الفلسطيني بالمجمل ومع اللاجئين بشكل خاص، نتيجة الإحساس أنه نافسوهم في الاقتصاد وفي الحيز العام، فبالتالي أوضاعهم ليست الأفضل. وبعضهم يزورونا يعني في زارونا نتيجة امتلاك جنسية أخرى، فزارونا في البلاد. بما أنه نتحدث عن الطعام، فهنالك شوق عندهم لأكل ملوخية صفوري. يعني الملوخية يعني وصف أو شعار وطني عند اللاجئين من صفوري في الخارج، يعني ما يأتون لهنا حتى أنه بدهم يأكلوا يعني أكل من ملوخية صفوري، من أرض صفوري. فارتباطنا بالملوخية يعني ارتباطنا كما ارتباطنا بالقسطل طبعا. بدي أسألك بالنسبة للارتباط، العائلات اللي كانت بصفوري واليوم هي عبارة عن لاجئين بالناصرة بشفاعمر زي ما ذكرت، هل هاي العائلات بعدها بتعرف بعضها، في تواصل بيناتهم؟ هل في فعاليات بتنعمل بصفوري، بروحوا بزوروا صفوري؟ نعم، لا شك يعني الارتباط العائلي بين أهل صفوري تقريبا، يعني أهل صفوري كلهم تقريبا عائلة واحدة، سواء النسب أو القربة العائلية. احنا يعني في كل ذكرى النكبة يعني نزور صفوري جميعنا، يعني كل أهل صفوري بيكون هناك، بتواجد هناك، يزورون بيوتهم، معالم القرية، نشرح لأبنائنا يعني حتى لا نكون كما قيل الكبار يموتون والصغار ينسون، لا أبدا. نحن تواصل مع بلدنا المهجرة. أيضا داخل الحي الذي نعيش به في الناصرة هنالك اعتدنا يكون في مهرجانات تراث صفوري تقوم عليه جمعية الحفاظ على تراث صفوري بشكل دائم. إن شاء الله أنه تعدي أزمة الكورونا، ونعمل أنه يكون في أيضا هذه السنة مهرجان كهذا اللي يعيدنا ويعيد ارتباطنا لبلدنا العزيز إن شاء الله. طبعا في الناصرة إحنا لا نسمي أنفسنا لاجئين، أصبحنا يعني نتحدث عن وحدة واحدة، بلد واحد وأهل
كلنا في داخل واقع مشترك طبعا في داخل فلسطين. ان شاء الله بنضل هيك وبنضلنا ايد واحدة متماسكة، وان شاء الله بيجي هذا اليوم الكل يعود على الكرة المهجرة ان شاء الله. وبدي اعود انا اسا لناهل اشوف وين صار بكل الخلطة. شوف نعم. حاليا عم بحضر سلطة اللي تناسب السمك. اخ عبد كمان خليك معنا، اقول لي اذا برأيك بينفع نزيد كمان شغلة على السلطة. أنا حطيت بصل، بندورة، نعنع، بقدونس، شمير وسيلري. إذا كان في زعتر، في إمكانية لزعتر. بتعرف لحظة شوي، لحظة شوي، هاتن الزعترات، هاتن ها هاتن ومشوق مع بعض مشاعتين عشان نعطيها النكهة الصفورية. أنا كنت حابب أسأله إنه شو رأيك نزيد زعتر، سمعته عم بيحكي عن الزعتر. خلص، هو ما هو في هون عندك كيمياء اشتغلت. الله أكبر. هاي الزعترات. أنت بتحب الزعتر؟ أنا كتير. طلع ربيع والزعتر حب يعني مش حب طبيعي، فإسا صارت سلطة زعتر بطلت سلطة إشي ثاني. لا الحقيقة الزعتر كثير بقربنا من صحوننا وكثير بناسب الطعمات اللي احنا بنحبها. يعني الزعتر ان كان على خبز او مع زيت، زيت وزعتر، لبنه وزعتر، فمش راح يكون مشكله انه كثير يتناسب الزعتر مع سلطه اللي بدنا نحطها مع طحينه لسمك. بفكر انه كان ممكن يكون جدا مناسب. بدي اقص فلفل وبندوره احط على الكفته نحمرها مع بعض في الفرن. أوكي. تمام تمام. فلفل حار، فلفل بندورة بالفرن، بدي احمرهن مع الكفتة. ماشي. سيد عبد الكريم، احنا قربنا نوصل لنهاية البرنامج. قبل ما ننهي البرنامج، يعني طمعان هيك بكلمة حلوة بخصوص شهر رمضان الكريم، وتعطينا هيك نصيحة بالنسبة للوضع اللي احنا عايشينه. كامرة بتمنى انه تعد هالأزمة هذا على كل البشرية، على كل إنسانية. في هذا الشهر الفضيل بالفعل واحد يلتزم بيته، يعني يبقى في بيته. أنا دائما أقول الساجد أهم من المساجد، فبالتالي الإنسان يعني يبقى في بيته حفظا على حياته وحياة كبار السن من بيننا والناس اللي ما في عندي مناعة. هذه فرصة انه بالفعل العائلات تلتم، نتعرف على بعض أكثر، نطلق الأجهزة التقنية اللي سرقتنا من بعض. إن شاء الله إنه يعود علينا رمضان وتعود العادات الجميلة، كل عادات يعني تداول الأطعمة فيما بين البيوت. كنا نتذكر أنه من صغار وفي صفوري كانت هذه العادة إنه الناس تنقل، يعني كل واحد يطبخ طبخة يعطي الآخر جزء منها، نوع من التكافل الاجتماعي، نوع من كسر الحواجز. كانت زمان الناس ما في حدود بين البيوت ولا في كاميرات تحرس، ما في سلسلة ما يسمى أو سنسلة في لهجتنا اللي كانت يعني ينط منها الواحد لجاره. البيوت مفتوحة عمراني في هذا الشهر الفضيل. بتمنى أنه تعدي هذه الأزمة وتطلع منها كل إنسانية ونعود لحياتنا الإنسانية الطبيعية. شكرا كثير. إن شاء الله الأمور تمرق ونعيد مع بعض. وشكرا كثير على المعلومات القيمة. وبقول لك سيد عبد الكريم، إلى اللقاء، رمضان كريم، وتنعاد على الجميع بالخير والصحة. العام أنتم بخير، صحة وهنا، العام أنتم بخير. شكرا، إلى اللقاء. سلام. وهيك برجع لعندك أنا نائل، ومنشوف السلطة كيف طلعت. بصراحة ربيع أنا كثير انبسطت من اللي سمعته من الأخ عبد. يعني فعلا معلومات عن جد ما كنتش عارفها، مع أنه كنا حاكين قبل يمكن أكم من مرة مع حدا من صفوري، بس هاي معلومات جديدة مزبوط بالنسبة للبلد والأعشاب وليك. عن جد حلو. شكرا عن جد كثير للسيد عبد الكريم. ويعني كل ما احنا حكينا مع كمان حدا وكمان حدا وسمعنا كمان قصة، هذا بحي من أول وجديد. عم نتعرف على بلدنا. طيب شوف السلطة صارت جاهزة. أنا حضرت السلطة بتاعتنا، حطينا البندورة والفلفل على السمك يتحمر شوي. بدنا نحضر صحن السلطة أنا وياك. بدي أخذ هيك، بدنا نأخذ الطحينة. السلطة اللي زدنا فيها الزعتر. الزعتر
هاي طلب خاص من الأستاذ عبد. إذا عم تنتبه ربيع، إحنا مش عاملين نحط على السلطة حامض. إذا كانك عم تنتبه. أنا منتبه. بس بدي أحكي لك شغلي، في هون كثير أعشاب توابل اللي فيها حموضة. طبعاً واحد. الشغل الثاني عم نحط صماء بلدي. والشغل الثالث والأهم إنه في عندك كثير أعشاب توابل. أعشاب توابل اللي هي بالآخر بهارات. يعني صح. أنت مش بحاجة ل. كمان. مش بحاجة لكمان إشي كمان طبعاً. شوية زيت زيتون على السلطة كلها بنحط. بدنا نستنى السمك شوي. أفكر كم دقيقة بتكون جاهزة. بتكون جاهزة. شايف كيف؟ أيوة. بعد بدها شوي. بدها بعد شوي. أوكي تمام التمام. أنا مستعد أستنى لبكرة يعني. لا لبكرة بالمعشر. للإفطار اليوم. للإفطار كمان شوي. كمان شوي للإفطار. طيب هون إحنا عمليا عملنا وجبة الإفطار لليوم. كفتة سمك مع سلطة اللي هي مكونة من عدة خضار اللي فيها سلري فيها بقدونس فيها نعناع بصل وبصل ممتاز. ما حطيناش حامض لانه كل المكونات فيها حموضه مع طبعاً. السماء وهيك احنا بنكون بس تطلع الوجبه بنكون جاهزين للافطار. السمك اللي استخدمته هون ما حكيت لك، حكيت لك انه كنت افكر انه اكثر سمك ممكن يتناسب صراحة. ما يعني السمك اللي شفتها جدا مناسبة المسقار، مسقار بحر. المسقار هو سمك اللي فيه عليه لحم. خد سمك كبيرة عليها لحم اللي ممكن كثير تناسب بالكباب أو صينية الكفتة اللي بدك تعملها. نايل وين صارت طلع ربيع الكفتة مش طبيعي إشي يعني. هات نشوف. إسا لازم أذن. تفضل. تعال شوف. يا سلام. دير بقى تمسكها بايدك. انا مش همسكها بايدك. لا بقولك تمسكها بايدك سخنة. سخنة. المهم. واو. المهم. ريحة بتجنن. السلطة جاهزة. الافلام جاهزة. المكسرات الحلوة عم تستنانا هون. اعمل اشي ربيع. حط مكسرات. وين احط مكسرات. افرد مكسرات. انا بدي افرد مكسرات. وانا بحط بقدونس. عشان ما تضلك تقول لي ليش بتاكل مكسرات. اها. شوية شمير عشان نقرب السلطة من الكفتة. قول لله. خلص. هاي عنا صينية الكفتة، كفتة السمك. وهاي السلطة. هيك نحطها هون. مع طحينة وسلري. مع طحينة. وأنا مش مسترجي أحملها لأنها سخنة كتير. أنا بحملها. صحة وهنا. رمضان كريم وكل عام أنتم بخير. صحتين. بحلقة جديدة. شكرا نائل. صحتين.